السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني قوي. أنا النهاردة جاية لكم بجولة جديدة وفيديو جديد، وطبعا اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش لايك واشتراك وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. أنا النهاردة هاخدكم معايا في جولة لام محل جميل جدا هنا جنب البيت، اسمه بيت الشوكولاتة، لأن أنا من عشاق الشوكولاتة، وأتمنى الفيديو يعجبكم. نكمل مع بعض الجولة. Thank you.
دلوقتي يا حبايبي انا في محل بيت الشوكولاته على الزراعيه شارع الاداره التعليميه بجوار ارض مدين. طبعا انا اول مره اجي هنا وهجرب الاشطوطه بالشوكولاته والاوريو. وطبعا زي ما انتم عارفين انا هقول لكم رايي بكل صراحه، ومعايا الحاجه ام خالد. طبعا يا حبايبي اتفضلوا معانا. هو لسه فاتح جديد البيت الشوكولاته ده، بس بقى جميل جميل قوي جدا. كان ناقصنا انتوا والله يا حبايبي. ما تنسوش بقى، ما تنسوش لايك واشتراك في قناه الفراشه نجاة عبد الخالق يا حبايبي. اشطوطه يا حبايب قلبي، يعني ما شاء الله شكلها بيشهي، يعني انتوا عارفين ان انا بحب الشوكولاتات قوي. اتفضلي يا حاجة أم خالد كلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ديليشس ديليشس جميلة. الله، لا حلوة أوي. أنا أنصحكم تزوروا المحل ده، تحفة يعني ما شاء الله. تعالوا بقى السعودية. تفضلوا. حلوة يا حاجة؟ طبعا جميلة. تسلم ايديهم يا رب. لا بصراحة يعني أنا كنت أول ما شفتها قلت مش هقدر آكلها، بس هقدر بإذن الله إنها روعة. نسيت اقول لكم اتفضلوا. اتفضلوا يا حبايبي. انت قلت ايه؟ طب الحمد لله. احنا قلنا بقى النهارده كده نخرج نغير جو وناكل حاجة حلوة. صحيح هبوظ الريجيم بس مش مشكلة. المشكلة بقى لو جيت هنا مثلا كل أسبوع هيبوظ خالص. لا جميلة أوي ما شاء الله. الله أكبر. حسن حسن زيك يا حسن. تعالوا هنا، تعالوا هنا يا حبايبي. ديانا حبيبتي، ديانا حبيبتي تعالوا كوني معايا. أنا خلي بالك يا ديانا، يوم ما اطمنت عليكي قلت لازم اخرج واحتفل، وانا دلوقتي بحتفل باني اطمنت عليكي ان انت بالف سلامه وخير. حبيبه قلبي تعالي كلي معايا، عقبال يا رب ما نيجي انا وانت ناكل هنا. الحمد لله ان ربنا طمنا عليكي يا ديانا. الحمد لله. وبابا وماما عاملين ايه يا ديانا؟ طمنينا عليهم يا قلبي. ربنا يرحم شهدائنا يا بنتي يا رب. ربنا يجيبك بالسلامة يا ديانا. وفي نهاية الفيديو يا حبايبي ما تنسوش لايك وشير، قولوا لي رأيكم في الكومنتات. وفي نهاية جولتنا أتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك، وأشوفكم في جولات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.